Knouz FM. Knouz FM. Nassik et Denia, on a fait. Revue de presse. الروفي دو بريس اليوم زوز مقالات يشبهوا لبعضهم شوية. المقال الأول تقرأوه في الصباح نيوز وتقرأوه في برشا مواقع تونسية. المقال يحكي على استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية القادمة. البارح وزير النقل سي محمود بن رمضان أعلن اللي تونس باش تشري 125 كار من فرنسا باش تعزز به أسطول الكيران في تونس الكبرى. الأسطول بيان سور نتاع تونس الكبرى تعب وتهرى وكبر في العمر وولت الكيران مستعملة الحالة نتاعها خايبة. دونك الوزارة قررت باش تستورد 300 كار، 125 منها باش يوصلوا الأيام الجاية والبقية باش يجيو من هنا لآخر العام. هذا باش يدعموا بيه كما قلت أسطول الكيران نتاعنا اللي عندهم برشا يخدموا وتعبوا. الحد لهنا الحكاية به يعطيهم الصحة. سوف كو ال 125 كار اللي مش يجيبوهم هما بيدهم مستعملين. أما هم بولي الأولاد بلي يقولوا كلمة حق. جاتنا كار قبل جديدة لهوني؟ لا أبدا. جانا ترينو قديم جديد لهوني؟ لا أبدا. يعني ماشي حاجه. اما بونيتا معناها نقولوها الدوزيام. بون اوكازيون. اي علاش ما نجيبوش جديد؟ علاش ما نجيبوش جديد؟ غالي علينا. غالي. مش قادرين. مش كان نرجعوا الفلوس نتاع الانتخابات ونجيبوا بهم برشا كيران وينحيوا المنحه نتاع 900 دينار. ها؟ وي على فكره تو انت جبت موضوع على دائرة المحاسبات نتاع الانتخابات. اي. تعرف شو عاملين هما؟ اي. ها؟ دائرة المحاسبات. اي. عملت. هاي ما تتكلم في الميكرو. دائرة المحاسبات عملت مليارات وملياراتش. واضح. علاش قلت لكم زوز الاخبار يشبهوا لبعض؟ ماكمش تقراوا الاخبار الثاني والمقال الثاني في تلفزيون، تقراوا بالصوره في سابقه خطيره ترميم مدخل المدينه العربي في المهديه بالاسمنت. في مشهد مؤسف الحقيقة وما يليقش لا بالمهدية وبتراث متاع المهدية وبمعالمها الأثرية، جاءوا باش يرموا في مدخل المدينة العربي السقيفة الكحلة رمز مدينة المهدية. يا أخي رموها بالسيمان. تصوروا معتك المنظر المزري، بنية تاريخية في قيمة السقيفة الكحلة بالسيمان. تعرفوا الكل اللي ثم مواد دقيقة وخاصة اللي هما يستعملوهم للترميم باش يحافظوا بهم على قيمة الآثار خاصة والمنظر متاع الحاج العربي ولا والمعالم متاعنا. يا أخي في تونس يستعملوا في السيمان. ناقص كان شوية هكا يجور بوستة على شوية بلينت على شوية زليز يتعدوا للموقف. ما مش عارفين قيمة الحاجات اللي عندنا هذوما والله. هذا شوية خدامة. هو وائل أباغ استيتيكمون بارلون مش مزيان، لكن بالحق يعني الأبواب هذوما بجلادين نتاع القروان، سقيفة الكحلة في المهدية، في سوسة عندنا برشا بيبان، هذوما الكل موروث تاريخي موروث تاريخي راهو معناش الحق نمسوه، ممنوع علينا نمسوه بالطريقة هذه. حاجة الأولى. حاجة ثانية مش أول مرة يصير انتهاك. يشكوا بينا معنا. ينجموا فاسيلمون يشكوا بينا. ونتذكر زادة كان تتذكر معايا في الانتخابات التعليق نتاع او الصور نتاع المترشحين صار على باب الجبلي في سوسه، صار على باب الجلادين في القروان، صار على سقيفة الكحله في المهديه. دونك عيب بالحق، عيب. لا من البلديات اللي ماهيش ممكن فما اعوان من البلديات ماهمش واعيين مش حتى القيمه. مش فما وكاله خاصه لحمايه التراث والمحافظه على التراث من الثقافه. يعني انتهاك صار من قبل شكون؟ من قبل البلديات. فما مندوبين جهويين للثقافه والمحافظه على التراث هما اللي هما المسؤولين على الحكايه هذه. ونشوفوا حتى هوني في سوسه في 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 المتحف نتاع المتحف نتاع سيدي الظاهر، عباد والله العظيم شيء اسف. عباد تخدم حتى بالاربع شهور وبالخمسه شهور ديجا تخدم توا وما هيش خالصه. سيرفيونس ناقصه، ما فماش دي كاميرات سيرفيونس. واحد وحده انسان شخص واحد برك يعس على 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 المتحف كامل صباح وليل. ما باش ما نقولوش ما يخلصوها الشريحة حكايه فارغه، فما عباد ماهمش خالصين. مانيش عاطين قيمة للبلايص الأثرية اللي أفضل. مانيش عاطين. أي على الأقل نحميهم، ما نعطيهمش قيمة، ما نحميهم كمؤسسة وكهيكل. فهمت؟ خاطر تراث هذايا واحد كيما المعلم الأثري نتاع سوسة هذايا متكلف برشا فلوس، يعني مليارات كي نحكيو مليارات. دونك تقريبا تونس الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها زوز وزارات سبيسيال، وزارة للفراي، وزارة اللي قد تجيب. روفو دو بريس. كنوز FM. Knouz FM. Nassik et Denia, on a fait.